متابعين حديثنا معكم اكيد نحن وياكم والمونديال، وكمان عم نلاحظ قديش يعني عندنا باستوديو كمان عم تغلي. قديش صار بعدهم 0-0 دقيقة 47 و57 و58 و59 ما سمعتي كريم سؤالت انا هلا تعادل السلبي عم بيلعبوا. وفي حدا بدايتي كمان قال 0-0 لصالح المانيا، المانيا لعبت امبارح خلصنا بقى فكوا بقى المانيا. انا سيارتي المانيا رح ازعل منها للصراحه اليوم، ما حكيتها ولا كلمه من الصبح. تخيلوا انا ما عم بحكي ولا كلمة ما فيها، خلص عدت لأنها ألمانية. ما بصدق غيرها بصير سوق بن برازيلي بروح في ما هيك. أنا أصلا بجيب على بيتي بن كولومبي. لا بدنا ما بدي أجيب كولومبي، كولومبي شاطه على ظهره لنيمار. هو اللي أذاه لنيمار. طيب بدهم عمودنا الفقري، عمودنا الفقري هو أذاه هو لو نيمار يعني كمان. خليكي شوي كريم، خليكي شوي ما بقى مطولين. شو قصدك أنت والمشاكل؟ انا مشكله مع ميديا جارودي، مشكله شو بيك انت والمشاكل فيك عندنا لجارودي. وسمعنا والصحافه كتبت عن مشكله انت ونادين. ما في شيء منه مشكله انا ونادين من ايام سنت جده، مره كنا مسافرين وزعلت انا وياه بالمطار ورجعنا، وكانت الله يوجه لها الخير ست نضال احمديه وجه لها تحيه. طبعا. قلت لي شو بتحكي مع اختك هيك انت بالمطار وتزعلت انت وياها؟ وقلت لها انا ما كنت حاببها تسافر هالسفره يعني، و من مجرد خي عم بغار على مصلحة اخته لا اكثر ولا اقل، مش كممثل ولا كفنان. وهلا شو؟ هلا شو حياتي نادين؟ شو اختي؟ نحن بالعائلة نحن عم نحكي مش لنرمي الفتنة، نحن عم نحكي. لا لا بعرف اليوم عم نحكي بالعائلة سفرة اليوم انت بس لك لك شغلة. لا لا على اساس برمضان طيب انا من الاشخاص عن جد والله صدقني كثير عاطفي بنعرف. لا لا غير هيك بس بمشي مع الحياة ولا بهمني المشاكل. بس اذا واحد اليوم انت عم يعني بتلحقك المشاكل شو يعني شو لازم اعمل؟ يعني لازم اقول لهم لجارودي اقعد معكم 3 سنين وما اطلع على الاعلام ولا اعمل حفله ولا يجيبوا لي ولا حفله ولا كليب ولا شيء؟ بقول لهم لانه انا بدي اعمل مشكله. نطمن بينك وبين نادين؟ لا بين نادين بجنن ما في شيء. حسنا ليش قررت ترجعي لهون؟ يعني حدا ماشي حاله برا عم بغني برا عم بيطلع برا خلينا نقوله وماشي حاله عم يسترزق. طيب ما زال كل ما عم ترجعي لهون الحمد لله البلد بكمه السعاده والفرح والسلام والامن المستتب وكل هول بتجي بتروح بلا مصلحه. ليه مصره ترجعي؟ لان انا كثير بيعبر معي كثير بتعرفي ليه؟ لان كثير بيلوموني. اول شيء هي العاطفه لانه شو انت عامله؟ لا بالعكس برافو عليك ما انا من اللي عم ولو يا كريم ليش عم تقولي لا خلينا نروح شوي تجي يعني انا عم كون هون محامي الشيطان عم جرب اسالها السؤال لاعرف منها غير شيء لانه عن جد الشيء اللي بنحسه هون ما بنحسه برا يعني هون ما بنحس يعني هون لما نكون بنشوف انه الكهرباء كثير بتنقطع وفي جوار كثير وكل والشغل ما فيه وما في شيء يعني ما بتسمع الا وبنحب هون برافو عليك وما فينا ما نحب هون. وهيدي الاغنيه اللي سمعتوها ليالي الغربه كانت يعني بطلب مني، انا طلبتها كنت بفنزويلا وحسيت كلمه عن جد وصلتها باحساس انا كنت عايشه برا يعني هالليالي الغربه الطويله انه قول قد ايه بعيده انا مثلا عن اهلي، قد ايه بعيده عن وطني، انه يومين سفر. اوكي بتكوني برا مبسوطه بس لما هيك بتعتم الدنيا وبتحسي حالك لحالك صحيح قد ما قد ما تكوني عايشه هونيك ومرتاحه وماديا مرتاحه في هذا الحنين ما في مثل البلد. لا 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 وهيدي القعده نحن ما بنشوفها برا ولو كنا نحن على تي في كمان ما بنشوفها يعني لا. انا طالعه كثير على تلفزيونات برا. هلا الجو اللي عم شوفه بيناتكم عائله نحن قعدنا لا لقيتي بشي محل بالعالم هذا الجو لا والله ولا تخيل هذا لا لا عن جد عن جد كثير حلو وبهنيكم عن جد كثير حلو بقى هذا اللي نحن على طول برا يعني بنستفقده ما بنلاقيه. اوكي كل اللي غايبين اكيد مبسوطين لا مبسوطين انا في شغل بس يقولوا بريك رح ارجع لنتالي. نتالي بعيدا عن الفن والتمثيل خبريها شوي عنك يعني إذا ما في مسلسل شو بتكوني عم تعملي؟ أنا كنت قبل مسؤولة عن كل شيء ايكو تكنيسيان ديكوغرافي يعني ما خصه ما خصه بالتمثيل بالمستشفى يعني. ايه بقى تركتي هلا؟ تركت اوكي وهلا ايكو على الميكسر مسؤولة عليك وعندك محل تير لا كل شيء باجز اكسسوارز هيك قصص
ومع التمثيل. حلو. مين حلمك تمثلي قدامه غير انا؟ اول شيء كان حلمي انت يوسف الخال. اكيد بنوجه له تحيه ليوسف. بوجه له تحيه اكيد كثير كبيره ليوسف، وبوجه تحيه كمان لبيتر سمعان، انا بيتر كثير اصحاب حبه كثير، بوجه له تحيه كثير كبيره كمان. اكيد. جورج، ماذا سنسمع الان؟ ما ولا كلمه، شيء للصلحه خيي. ولا شيء غنيه عمول معروف. انت لاخر اليوم كان جاي عمل عمل فايت يعني على هو يعني. انا بالعكس انا عم برد لك، انا جاي اوضح للصحافه للاعلام انه انا زلمه بعدني ضمن المنطقه. وضحت خلص هلا حيصير حيصير بطل. ولا نسمع يا استاذ يا حبيبي. معك ولا ضدك هلا؟ انت حبيبي، انت دائما معي. حياتك رهن بإيدك، أنت اللي بتموت. اربح عمري اخسر عمري بالحب المجنون. لحظة بتمر من حياتي بحسبها إياك، دار الغيري شغلت فكري وعيني ما لا تسألني كيف بغار، لو كانوا عائلاتي كبار كيف قدر اتحمل فيك حبك فيه وانا نار. لا تسألني كيف بغار، لو كانوا عائلاتي كبار كيف قدر اتحمل فيك حبك فيه وانا انك همك حبي مغروم وعشقان، لكن فكري اقوى مني اقوى من النسيان. انا شو بعمل لو افكاري تتعبني على طول، ما بتحمل اني شوفها بغيري مشغول. لا 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 تسألني كيف بغار، لو كان عائلاتي كبار كيف قدر اتحمل كيف حبك فيه وانا عدار. لا تسألني كيف بغار، لو كان عائلاتي كبار كيف قدر اتحمل كيف حبك فيه وانا عدار. لا تسألني كيف بغار، حبك فيه عائلاتي كبار كيف بقدر اتحمل كيف حبك فيي وانا نار. لا تسألني كيف بغار، لو كان عائلاتي كبار كيف بقدر اتحمل كيف حبك فيي وانا